النهاردة الحد السادس من الخمسين المقدسة، كل سنة حضراتكم بخير. في إنجيل قداس اليوم من بشارة معلمنا يوحنا، ربنا يسوع له كل المجد بيقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل. من كان مركز في قراءة الفصل اللي احنا سمعناه دلوقتي هيجد ان ربنا يسوع له كل المجد وضح وضوح كامل الطلب الذي باسمه هو فقط ملكوت السماوات، لان اي طلب اخر ليس باسم المسيح، اي طلب مادي ارضي نفسي معنوي أي حاجة ملهاش علاقة بيه، دي حاجة ليها علاقة بالإنسان نفسه. لكن باسم ربنا يسوع له كل المجد هو طلب الملكوت. علشان كده نبص نلاقي إنه بيمهد لنا فكرة إن ملكوت السماوات أي إنسان يرغب إنه يروحه لازم هيمر في طريق التجارب والضيقات والألم. فعلشان كده في آخر الفصل اللي احنا سمعناه النهاردة بيقول لنا: سيكون لكم ضيق في العالم، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قديس بولس الرسول بيقول لنا: قد وهب لكم أن لا تؤمنوا باسمه فقط، بل أن تتألموا لأجله هنا في العالم. ربنا يسوع له كل المجد لم يوعدنا أبدا أن طريقنا في العالم هنا مفروش بالورود والرياحين وأغصان الزيتون، ولكن قال لنا وعدنا كمان إن أجرة الملكوت دي أجرة عظيمة جدا لم يصل إليها أحد إلا المجاهدين. ونحط خطوط كتيرة تحت كلمة المجاهدين. المجاهدين روحيا، المجاهدين ضد الخطية، المجاهدين ضد الضعف، الجهاد الروحي اللي الإنسان يكون مستيقظ روحيا على نفسه وما يخليش ضميره يكون واسع ويكون ضمير مطاط وبيعمل الخطية، لا يجاهد. الأمر اللي خلى القديس بولس الرسول بالروح القدس يقول مجاهدين حتى الدم ضد الخطية. مجاهدين أيضا في رفعة النفس، رفعة الروح. الإنسان يحتمل الضيق، رفعة النفس، الإنسان نفسه مرتفعة. لا أقصد بها الذات المرتفعة، هناك فرق بين النفس والذات. الذات المرتفعة دي كبرياء، لكن النفس المرتفعة بربنا يسوع له كل المجد هو اللي بيرفعها بقوة فوق الضعف، فوق الخطية. النفس المرتفعة تحتمل أخطاء الغير، عندها قدرة احتمال وعندها قدرة تسامح عجيبة قوية، والنفس دي عندها قدرة على التسامح والمغفرة إلى أبعد حد. وده الإنسان ده الذي يستطيع أن ينفذ وصايا ربنا يسوع له كل المجد بكل سهولة ويسر. لما يسمع كده: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، يلاقي الوصية سهلة
انه يحب العدو ويغفر ليه. واحنا شفنا النماذج المسيحيه الحقيقيه، لان كتاب السنكسار مفتوح والكنيسه بتقدم كل يوم شهداء جدد. شفنا قد ايه النفس المسيحيه المرتفعه دي بالمسيح لو كل المجد سمحت ازاي الام اللي بنتها استشهدت في البطرسيه واقفه تغفر وتسامح الناس اللي عملوا كده، وفرحانه بنتها في الملكوت. ربنا يسوع لو كل المجد عايزنا كده نكون نفوسنا مرتفعه فيه هو، مش في ذواتنا، لا نفوسنا مرتفعه فيه عشان نقدر نكون اقوياء في الايمان. والامر ده اللي يوصلنا ان احنا لما يبقى في ضيقات كثيره كما قال القديس بولس الرسول ايضا، بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل الملكوت. ساعات لما الانسان يمر بالضيقات دي يلاقي فيه تعزيه كامله من قبل الرب. نخلي بالنا ان الضيقات دي هي المؤهله الى الملكوت. صحيح ان من مسببات الضيقات ممكن يكون رخاوه الانسان المسيحي نفسه، ويكون انحرافه عن الايمان وانحرافه عن الروحيات ممكن يكون سبب ضيق ليه. ولكن ايضا من مسببات الضيقات ان ربنا يسوع له كل المجد عايز يدينا امتحان قدام ذواتنا، اختبار كده، هل ستثبت وقت الضيقات ام تتزعزع؟ هل تثبت راسخ في الايمان ولا تهرب؟ وده المختبر الحقيقي اللي ربنا بيسمح بيه في التجارب والضيقات. لكن بركات الضيقات كتيرة جدا. أولا ليظهر مجد الله، ومجد الله يظهر كتير قوي في حياة المسيحيين المتألمين المتضايقين، كما ظهر في مجد لعازر، ظهر بمجده في قصة لعازر. لعازر الذي أنتن قال لهم هذا لكي يظهر مجد الله فيه. إزاي يعني؟ لما ينتن ويقيم من الموت يتمجد اسم الله. المولود أعمى قالوا له أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لأجل أن يتمجد الله فيه. في الضيقات أيضا والاستشهاد يظهر مجد الله، وقد ظهر بالفعل. تابعوا تاريخ الكنيسة، شوفوا أيام دقلديانوس ما كان بيسفك دماء المسيحيين حتى ركب الأحصنة، ماذا حدث؟ إن مجد الله قد ظهر، وناس كتير آمنوا بربنا يسوع المسيح له كل المجد من خلال هؤلاء الشهداء الأطهار الأنقياء. قد تمجد اسم الله، ومجد الكنيسة الحالي واستمرار المسيحية في مصر بالذات هو لأجل بذار دم الشهداء، كما قال أحد القديسين أن دم الشهداء هم بذار الإيمان. كنيستنا قوية بدم الشهداء، ودي بركة من بركات الضيق. كما أن الضيق أيضا يجعل الإنسان لا يفكر في الخطية. من تألم بالجسد كف عن الخطية. الإنسان اللي في رحرحة والإنسان اللي مرتاح قوي يفكر في الخطية ويفكر في نفسه
يكون عنده الأنانية، ولكن ملوش حياة أبدية. لكن من تألم بالجسد كفاية الألم اللي فيه، فكره لا يذهب بعيدا عن الألم، وربما الألم ده يخليه يتأمل بالفعل في آلام ربنا يسوع له كل المجد، ويرجع لنفسه متذكرا خطاياه السالفة ويتوب عنها ويرجع ابن بار للرب. الضيق أيها الأحباء هو الباب المؤدي إلى الحياة الأبدية. الإنسان اللي عايش في الضيق بكل الرضا، ولا سيما ان يكون هذا الضيق بسبب ايمانه، يثق تماما ان هذا الباب الضيق هو المؤدي الى الحياه الابديه. شوفوا اولادنا الصغيرين اللي في مجاجه، اللي نجوا، شوفوا صلابه ايمانهم قد ايه. عيال صغيرين ممكن حد منهم من الإرهابيين دول يقول له، يحط قدامه المدفع كده ولا الرشاش يقول له انكر الإيمان، كان ممكن يخاف، مش كده؟ كان ممكن يخاف. لكن شوفوا بقى جمال كنيستنا وروعتها في تعليم أبنائها صلابة الإيمان، وفي هذا هذا الموقف بالذات أحب أوي أوي أشكر خدام التربية الكنسية مدارس الأحد، لأن هم دول اللي أسسوا في دول قوة الإيمان مع البيت. البيت والكنيسة عامل مشترك في تربية الإنسان إيمانيا، مش البيت لوحده ولا الكنيسة لوحدها، الاتنين أهو بيتعلم من بيته. لكن لما يروح مدارس الأحد بيكون تعليم مدارس الأحد أقوى، لأنه جوه الكنيسة. الطفل الصغير ده بيتعلم من الأستاذ بتاع مدرسة الأحد أو الأبلة بتاعته في مدرسة الأحد، بتكلم ببساطة يعني، بيعرف إن الكلام ده بتاع الكنيسة لأنه جوه الكنيسة، يكون تأثيره قوي. فهؤلاء الأطفال الصغيرين اللي ثبتوا في الإيمان وما خافوش من المدافع والرشاشات، قالوا عن الأطفال اللي استشهدوا بقى، قالوا إنهم قالوا لهم اترك الإيمان، رفضوا، فضلوا ثابتين في الإيمان لحد لما بالفعل موتوهم. دي مش بركة كبيرة؟ بركة كبيرة لكنيستنا. إحنا ما شفناش آسف ما شفناش مراجرجس اتعذب ازاي واستشهد ازاي، ولا القديسه دميانه، لكن قرينا في السنكسار وقرينا في كتب التاريخ استشهدوا ازاي. لكن ها نحن اليوم نرى بعينينا ان دول ازاي استشهدوا، وان بالفعل دي مش كلام مكتوب في الكتب بس، ولكن دي حياه معاشه في كنيستنا. ربنا يبارك حياتنا الليلانه كل مجد وكرامه من الان لابد.